حلو حلو، قربت قربت. السلام عليك. الظلام يعني، الظلام يعني ما في لمبة، نور ظلمة، يعني شيء أسود ما تشوف أي شيء، هذا معناه. ها يعني خفاش في الظلمة. حلو حلو حلو. ها والله جيد. حلو حلو. يا اخي قاعد توصف محطة، موضوع بسيط. والله ما ادري ايش معنى الظلمة. ظلمة يعني، يعني في كهف مثلا. ليش يعيش في كهف في ظلمة؟ ليه؟ الظلمة يعني. ايه ظلمة ايه؟ الظلمة في اللي هو فيها ظلمة، في كان في شجرة يعني. حلو قرب. حلو. شجرة بس انها جالس فيها بومة كنا دي. ايوه حلو حلو. ليش يعيش هذا الخفاش اللي بومه في الظلمه؟ ليش؟ هو يعيش في الشجره. في الشجره. حلو. يرحم امك. يعيش في الظلمه ولا الشجره؟ طيب طب تسمح لي يعني، في اجابه تتوقع عندك ولا ما في؟ لا ما ادري. قول تقدر. ما ادري ولا في اجابه عندك؟ ابد ما في شيء اجابه والله. طيب كلامك اسم كريم؟ عبد الرحمن شهان. عبد الرحمن كلامه صح وقال ما ادري صح. عبد في البدايه ها الماكينه ما حميت، لكن يوم حميت قال الصح. فعلا اللي ما يعرف اجابه يقول ما ادري صح. عبد الرحمن. طيب عبد الرحمن اللي ما عنده خلفيه في بعض الامور في المجالس تشوفها كثير، كل ان يفتي من راسه يورط خلق الله، صح ولا لا؟ طيب اللي ما عنده يعني اجابه وجاهل في اجابه معينه وقاعد يفتي على خلق الله يورطهم، وش رسالتك له؟ وش تقول له؟ أمني على الكلام وضعي فيها. يعني يعني خلك من السواليف ولا تورط خلق الله. والله وش أقول لك يعني. لا هو صح، هذا اللي قلته هو الصح ترى. هي الكلام ما هي بإجابة، ما أعرف الشيء إجابة. إذا ما عندك إجابة لا تورط الناس. معلومات يعني كذا. حبيبي وتاج راسي عبد الرحمن، شكرا لك، كان لقاء جميل متى معك، كنت إضافة لنا حلوة. صراحة أنت كل يوم حلو. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.